طبعا ماذا يدور في نادي الزمالك لان ده الحدث؟ قبل ما نروح النهارده عندنا فقره مهمه جدا خاصه بمباريات الدوري وتحليل الاداء وفقره تحكيميه. قبل ما نروح لده خلينا نروح ماذا يدور في الزمالك. الحمد لله امبارح انا ختمت الحلقه معاكم وقلت لكم في سيناريوهين او ثلاثه شغالين. السيناريو الاول انتظار قرار الوزير وماذا سيحدث في قرار الوزير. والسيناريو الثاني ان في ناس بتقول ان الحكم هيتنفذ على الورق ومرتضى منصور لن يتواجد الثلاثاء 23 اللي هو النهارده 23/11/2021 وان في حد عينوب عنه او المستشار احمد جلال ابراهيم ولن يظهر في النادي الثلاثاء او الاربعاء وربما يكون موجود آخر الأسبوع، ولكن هل سيكون موجود هو ومجلسه؟ قلت لكم الله أعلم ومحدش يعرف. وربما يتم تعيين لجنة الخميس من حسين السمري وعاطف النمر والمدير المالي اللي معاهم طارق جبريل يديروا الانتخابات ويدعوا لها يوم السبت 27 ولمدة أسبوع ثم يسلموا النادي لمجلس منتخب. هذا سيناريو. قلت السيناريو الثاني ان مرتضى منصور هيستلم النادي وهيفضل شهرين ويدعو للانتخابات ويشرف عليها ويسلم النادي لمجلس منتخب. يا ترى النهارده احنا واقفين على ايه وانا معاكم؟ بصوا الوزير بيلاعب الناس كلها. في قرار صدر من معالي الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، هذا الخطاب اللي طلع فيه القرار واخد بال حضرتك بيقول لك ينفذ الحكم، لكن لا طلع بيان يوضح لنا كيف سينفذ الحكم ولا حد فاهم ايه آلية استلام مرتضى منصور من عدمه. وانا بكلمك دلوقتي ومنذ قليل مرتضى منصور نزل على صفحته على الفيسبوك هذا الكلام اهو زي ما انت شايف كده معايا، وعشان الاخوه اللي معانا في وسط افريقيا على الكلوب هاوس خلينا نقول مرتضى منصور نزل على صفحته على الفيسبوك اسم المستشار يعقد الصم يعقد مجلس اداره نادي الزمالك المنتخب بكامل هيئته برئاسه مرتضى منصور اول اجتماع صباح غد الثلاثاء، ويعقد مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء في 11 صباحا بمكتبه في 41 شارع أحمد عرابي بالمهندسين لشرح كل التفاصيل وخلفيات هذا القرار والفترة المستقبلية لنادي الزمالك. ومرتضى منصور سيكون متواجد في نادي الزمالك لمقابلة الأعضاء يوم الخميس الساعة 5 عصرا. وده الجواب زي ما انتم شايفين اللي طلع من عند الوزير، وقرار الوزير ينفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعودة المجلس إلى آخره. طبعا ده زي ما انت شايف كده بالضبط الوضع حاليا. احنا قلنا امبارح ان في بعض السوقة وبعض المتخلفين وبعض الأوساخ الذين يتطاولوا قلنا لهم احنا بنتفرج، احنا عاملين هاشتاج اسمه اتفرجوا، وارد يطلع واحد يشتمك ما هو مش مهذب ولا محترم. فاحتراما للسيدات والسادة الأفاضل اللي معانا على كل المنصات لا الأنساق للرد على سفلة أو متخلفين، وعبد الناصر زيدان هيفضل حرقهم وجايب مناخيرهم في الأرض لأني أنا رضوا أم لم يرضوا حطيتهم في التراب، وربنا جعلني سبب الحمد لله أن مرتضى منصور يسقط، وانا بقول لك اهو مرتضى منصور يسقط في الانتخابات، ولكن شله متخلفين يناصروا مرتضى منصور كما يشاؤون. ولمرتضى منصور مني كل الاحترام، انا اعلنت امبارح قلت الناس بتقول عبد الناصر موقفه ايه؟ قلت لكم بتفرج ماليش دعوه. الزملكاويه يشكلوا مع بعض يحبوا بعض، كل الاحترام والتقدير للجميع. في زملكاويه بيتفرجوا عليا لهم مني كل الاحترام والتقدير، وفي اباء وامهات وفي اخوه واخوات لما بنفعل بحس ان انا وجهت لهم اهانه،
فتقديرا واحتراما لهم لن أنفعل أبدا ولن يجعلني متخلف أحمق. لابوه ولمه عرف ربوه سافل ابن سافل ابن سافلة لا يمكن يخليني أتجاوز أو أتلفظ بلفظ يجعلكم يعني أو يختش حياء حضرتكم. فأنا عامل هاشتاج اسمه اتفرجوا، لا يعنيني اشتم كما تريد، اعمل اللي انت عايزه، انت بالنسبة لي يعني لا تساوي رباط جزمتي، اخرك الزبالة ولا ليك لازمة في اي حاجة. يا ابني اللي كسر عين واحد لا ينتظر ابدا ان اللي عينه مكسورة يقول له كلمة كويسة. انت قدامك حاجة من اتنين، عشان عينك مكسورة وانا عملت فيك اللي ما تعملش، لا اما تشوفني تهرب لا اما تشتم من بعيد زي الردحات وزي الغوازي وزي عوالي الغزية. فانت بالنسبة لي لا تساوي شيء، انت ظلمتحي اجير، يعني لا استطيع ان اسب اباك وامك لان اكيد ممكن يكونوا ناس محترمين ولكن هم ما عرفوش يربوك، فمش ذنبهم انك انت طلعت كده اني اتطاول عليهم يعني. وانا بعتذر اذا كان خرج مني اي لفظ يمس اي اب او اي ام، ولكن انا سعيد انكم تسمعوا حد بيشتم عشان تعرفوا مدى الحرقان اللي في هؤلاء. يا عيني بعيد عنك يصعب عليك، والله والله العظيم يصعب عليك، اصدق بالله اللي بيشتم ده بيصعب عليا. لاني عارف ليه، لانه هو يا عيني لو معاه حجة او عنده حاجة غير الشتيمة او قلة الادب كان عملها. وكل اناء ينضح بما فيه. وانا لما عوز ارد عليهم اقول له يا ابني سكتنا حين زمونا وعابوا، وان سكوت عبد الناصر عنكم جوابه، وهل عيب على قمر مثلي تسامى اذا نبحت على القمر الكلاب. انت تعبر عن البيئة القذرة اللي انت بتربي فيها، وعن الانحطاط اللي انت جاي منه، وعن السفالة اللي انت منغمس فيها. فلا يمكن ان اجرح اذان من يستمع الي من اباء وامهات او شباب وفتيات او اخوة واخوات باني انا ابادلك سب بسب، ولكن اقول حسبي الله ونعم الوكيل واحتسب ذلك عند الله عز وجل. بس يعني انا كده اقوى منك بمراحل. تنا لما بنفعل بحس ان انا ضعيف، لما بشتم اعرف ان اللي بيشتم تافه، اعرف ان اللي بيشتم تافه. فالسيناريوهات يا جماعة اللي قدامنا، احنا هاشتاج اتفرجوا، مالناش دعوة بحد. كل الاحترام لمرتضى منصور وانصاره، وكل الاحترام للمعارضة في نادي الزمالك. سنقف على مسافة واحدة من الجميع وسننقل الاخبار، ولا لنا دعوة للي ضد مرتضى منصور ولا لنا دعوة بأنصار مرتضى منصور. نحترم أنصار مرتضى منصور جدا، ونحترم المعارضين له جدا، والمرحلة دي أنا على مسافة واحدة، والمسرح فتح ودينا بنتفرج. ممكن يطلع على المسرح واد زي اللي طلع الكسيف ده اللي شتمني، واخد بال حضرتك؟ يعني ممكن يطلع على المسرح اي الكسيف ده زي اللي شتمني اقول لك شكرا وشرف ليا، لان ده يدل على اني انا حرق الناس دي جدا. لكن انا الحمد لله ربنا اكرمني بيكم، وانتوا اللي دائما تعلوا من قدري، واخد بال حضراتكم؟ تعلي من قدري بالمتابعه، فلا بد ان احترم وجودكم ولا اتبادل السب بالسب. واوعى تخلي الواد اللي شتم ده ولا موضوع مرتضى منصور ولا اللي معاه ولا اللي بضده ينسيك ان علي معلول هو ايه؟ هو اللي حط الزغلول. الله ينور عليك، الله ينور عليك. ودينا بنضحك مع بعض. كتب مرتضى منصور على صفحته واكد انه داخل الخميس ليؤكد صحه انفرادي بالامس لما قلت لكم الدنيا متلخبطه. طيب هل مرتضى منصور سيدخل يوم الخميس رئيس للنادي مع مجلسه؟ مفيش بيان يوضح ذلك، انا ماليش علاقه. انت شفت بيان بيوضح ايه؟ محدش شايف حاجه. طيب هل في لجنه زي ما قالوا؟ محدش فاهم حاجه. هل التسليم على الورق بعد ساعات الثلاثاء؟ ايوه.
في مؤتمر صحفي أعلن عنه مرتضى منصور في منزله في 41 شارع أحمد عرابي يوم الأربعاء، هيتكلم فيه عن كل حاجة. ولما سئل النهاردة عن تعادل الزمالك مع البنك الأهلي قال لا تعليق، وهتكلم يوم الأربعاء في المؤتمر الصحفي عن كل شيء. أهو لمرتضى منصور كل الاحترام والتقدير، ولأنصاره كل الاحترام والتقدير، وللمعارضين كل الاحترام والتقدير. بس يا دي اللي بتشتم لازم تبقى عارف، اوعى تفكر انك انت راجع الزمالك تعمل حاجة. يا لا الرجعة دي مدفوع فيها 300 400 مليون. يا لا انت متعلم عليك من كل حتة. يا لا انت مالكش لازمة. ولولا الاخوة المحترمين اللي بيتفرجوا عليا وعدتهم الا اسب، كنت علمتك الادب انت واللي جايبينك. ولكن لن اسب ولن اتجاوز. خلينا بس ايه نروح نشوف الوضع في نادي الزمالك حتى الان في ايه، واحفظ الكلام اللي بقوله لك، كل ساعة في جديد وكل يوم في جديد، كل ساعة في جديد وكل يوم في جديد. ولكن خلاص طلع قرار الوزير المؤكد لينا، ان قرار الوزير اهو اللي انا عرضته لحضراتكم، اهو قرار الوزير اللي انا بعرضه لحضراتكم، بعرضه امام حضراتكم، هو الاكيد ان تنفيذ حكم عودة مرتضى منصور.